السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج يونايتي، وده محرك ألعاب قوي جدا، أغلب الألعاب شغالة بيه. ميزته إن أنت بتعمل اللعبة مرة واحدة وتقدر تقول له شغلها لي على الويندوز، شغلها لي على الأبل ماكنتوش، شغلها لي على الموبايلات سواء أندرويد أو الأيفون أو الأيباد أو أي حاجة. تمام. طيب إحنا ممكن نستخدمه في مجال الإنشاء أو ممكن نستخدمه في مجال الإنشاء. ممكن تاخد الموديل اللي أنت عامله على الاركيكيد، عامله على الريفت، عامله على 3 دي ماكس، عامله على المايه، عامله على ايديك، عامله في المطبخ، وتدخله على اليونايتي وتبدا تشغل جواه، وتبدا مثلا تتفق على بعض الزراير. ممكن مثلا زي ما بنلعب في الالعاب الدبليو قدام والاي شمال والاس يمين وكده، وتبدا تتحرك بيه داخل المبنى، تبقى تفاعلي. يعني حتى لما بتعمل افضل برنامج ممكن يعمل لك الورك ثرو في البرنامج، بيروح مديك ان انت ايه مسار تمشي فيه اجباري، انما لا انت ممكن تخليه زي جيمز، والراجل يمشي ويتجول بالجيم خلال المبنى ويبدأ يدخل اي مكان انت عايزه، مش مديله مسار اجباري. تمام. طيب الموقع هو unity3d.com، هتقول له انا عايز اعمل داونلود جيت يونايتي، هيحمل لك البرنامج. تمام. في نسخة مجاني، دي الفكرة بس فيها إن أنت مش هتقدر تشتغل مع كذا واحد. تمام. في نسخة بلس فيها إمكانيات أكبر، بيديك بعض الإمكانيات الأفضل، برو سكين إيدتور يو أي، يعني بعض الإمكانيات المميزة. وفي نسخة برو. تمام. إحنا شغلنا على البيرسونال عادي، دي فري ما فيهاش لا كراك ولا باسورد ولا حاجة خالص، وهطلع لك اللعبة اللي أنت عايزها أو هطلع لك أي منتج أنت عايزه. تمام. يعني من ضمن الحاجات مثلا ممكن تقول له ايه، انا عايز مثلا نافورة بشكل معين، تعمل مسار، تخلي شكل الهواء اللي ماشي في الضغطات، تخلي الباب تفتح وتقفل، يعني هيديك امكانيات رهيبة جدا. تمام. فتقول له تراي بيرسونال، هيحمل لك اليونايتي. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز اليونايتي اهوت، هيفتح لي البرنامج. تقدر تعمل عليه ألعاب 2D و3D، تقدر تعمل عليه حاجات تفاعلية، يعني تقدر عليه تعمل ألعاب وتبيعها، ممكن تضرب معاك. صناعة الألعاب دي بتكسب كتير جدا. طبعا لازم تعمل حساب على الموقع بحيث إن أنت تقدر ملفاتك تبقى مسافة أوتوماتيك. هنا هتلاقي المشروع، هنا هتلاقي بعض الدروس التعليمية هتفيدك لو أنت لسه بتتعلم، هنا هتلاقي بعض المشاريع اللي ممكن تكون اشتغلت عليها. طيب انا عايز بقى، ممكن اقول له اوبن افتح مشروع، ممكن اقول له نيو انا عايز مشروع جديد. مشروع جديد بيقول لي انت هتسميه ايه وهتحطه فين، فانا هسميه هنا في سي يوزر عمر دوكومنتس. تمام. اهو انيبل يونيتي اناليتيك بحيث ان هو يحسن نفسه، ياخد بعض المعلومات يحسن نفسه. 3D 2D، انت عايز تعمل لعبة 2D ولا 3D زي ما انت عايز. تضيف بعض الحاجات الإضافية اللي هتسهل عليك الشغل، مكتبة إضافية. تمام. طيب خلينا نقول له 2D و3D، هنشتغل على ده شوية وهنشتغل على ده شوية. تمام. بروجكت نيم سميناه نيو يونايتي على اليوزر عمر دوكومنتس، قول له اعمل لي مشروع جديد. هو لسه بيفتح اهوت، بيجمع الملفات بتاعته. ده مكان الشغل. تمام. هنا دي المكتبة، هتلاقي في هنا لو في صور، لو في أي حاجة تقدر تنظمها، تقول مثلا أنا عايز فولدر جديد، تبدأ تحط فيه الصور اللي أنت عايزها. كرييت فولدر، أنا عايز أعمل ملف جافا سكريبت، عايز اعمل سي شارب سكريبت، عايز اعمل شيدر سكين بريفاب، عايز اعمل انيميشن، كل اللي انت عايز تقدر تعمله هنا كده. هو عمل كرييت فولدر على احنا عاملين فولدر في سي دوكومنتس عمر، عاملينه مدينه اسم، ده يتحط جوه الفولدر دوت. يعني اقدر احط الملفات هنا
او احطها في المسار دوت. تمام، تقدر تقول له انا عايز بقى احط صوره، تدخل صوره معاك في قلب المشروع. تمام، يعني تعال نقول له مثلا اي كابتشر هنا، خلينا نقول له تقدر تدخل اي مشروع تكون انت عامله، مثلا زي المشروع دوت، تدخل صورة، تدخل سكتش شارت، تدخل حاجة معمولة على سكتش اب، يعني حاجة معمولة اف بي اكس. وليكن مثلا الفيلا ديت، تقول له امبورت. الحاجة المشروع اللي احنا دخلناه موجود اهوت. تيجي هنا في انسبكتور، بيديني معلومات، بيقول لي السكيل فاكتور. تمام، السكيل فاكتور بحيث ان انت لو عايز تكبر ممكن تكون معموله بالمليمتر، ودخلت لقيت الملف صغير. هو دلوقتي موجود في قلب المشروع بس انا لسه ما ضفتوش، هو كده موجود في المكتبه بتاعتي، لازم اعمل دراج اند دروب واسحبه واحطه هنا. تمام، فظهر معايا بالشكل دوت. تقدر تعمل له موف، سكيل، روتيت زي ما انت عايز. اهو موف بيديني اتحرك في الاكس والواي زي ما انا عايز، اهو بالشكل دوت كده نتحرك في الاكس والواي. احنا مش موجودين في 3 دي، مش موجودين في 3 دي، احنا اخترنا 2 دي، بس اقدر اغير في الزد زي ما انا عايز، اقدر اعمل سيلكت واغير في الروتيشن. تمام، من هنا او من الانسبكتور هنا اغير الارقام، اقدر اغير في السكيل، اكبر صغر زي ما انا عايز. ممكن اقول دي مثلا 0.3 بالشكل دوت. فالتحكم في العناصر اللي انت بتدخلها تقدر بسهوله جدا. هنا بتلاقي كل العناصر اللي انت دخلتها هيراكلي موجوده ورا بعض، تقدر تتحكم فيها، تقدر تخفي حاجه، تقدر تسيطر على كل جزء من اجزاء المشروع زي ما انت عايز. اقدر اضيف اي حاجه انا عايزها، اقول له جيم اوبجكت، واقول له مثلا انا عايز كيوب اهو بالشكل دوت. فتقدر تتعلم على الكيوب من هنا مثلا، تشوف الخصائص بتاعته تكبره مثلا اهوت بالشكل دوت. تقدر هنا تقول لا ده انا عايز اشتغل على الفيلا، لا اشتغل على الكيوب زي ما انت عايز. ده هنا سنت، ده المشهد بتاعي، بقدر اشوف العناصر الموجوده في المشهد هنا بالشكل دوت. تقدر بعد كده تضيف له حركه، تضيف له اي حاجه انت عايزها. هنا هو مش حاطط خلفيه، تقدر انت تضيف الخلفيه انت عايزها زي ما نشوف مع بعض بعد كده. البرنامج سهل، وواحدة واحدة هتلاقي نفسك أتقنته، وبالتوفيق إن شاء الله.